اكيد ان هاد الطاكسيات خاصهم يسيروا هاد لي زابليكاسيون هاد الامور التقنيه وهذا، لان هاد الشيء فرضته تفرض على تفرض، ولا الانسان ولا المواطن كيقلب على الامور اللي هي فاسيل، الامور اللي هي سهله. انه علاش كتلقى دابا هاد النزاع هذا؟ كتلقى ان الناس ولاو كيهتموا بهاد لي زابليكاسيون، لان كتوفر لهم الراحه، كتوفر لهم النظافه، كتوفر لهم الاسلوب ولا السلوك الطيب من عند الشيفور ولا من عند صاحب ديال السياره وداك الشيء. لهذا وليتي كتلاحظ ان الناس ولاو كيهتموا بهذه المساله هذه. ماشي عيب ان الطاكسيات انهم يمشوا في هذه المساله هذا، وتكون الامور صراحه اللي هي مقننه، والكل يدي حق حقه، والطاكسي ياخذ حقه، وتلابوني يكون مرتاح، حتى المستهلك يكون مرتاح. انا في نظري هاد لي زابليكاسيون سهلوا على الناس التنقل، حيت دافوا كتكون حاصل ما عرفتش في شي فيل اللي هي ما كتعرفهاش مزيان، دونك كدير لابليكاسيون كتلقى راسك فريمون كيجي عندك التاكسي حتى لا بلاص اللي انت فيها، كيديك البلاصه اللي بغيتي. دونك جو بونس كو لي زابليكاسيون يسخون زعما اون بون التيرناتيف لهاد الشيء اللي كاين دابا، اللي زعما انك كتخرج خاصك عاد تقلب على تاكسي، دي فوا لو تاكسي شاد واحد ليتينيرير واحد اخر، خاصك دونك كيحبس لك، كتقول له واش بغيت نمشي لهاد البلاصه، كيقول لك لا راه ما غاديش لتما ولا هذا، دونك خاصك تسنى ان اوتر تاكسي. مي جو بونس مع لي زابليكاسيون غتسهل القضيه على الناس، دونك جو بونس كو سي مزيانه هاد القضيه يديروها زعما بو لي تاكسي. الا كان هادشي في صالحهم هما ويحبسوا الطريق على كل ما هو غير مشروع وغير مقنن، يكون افضل يولجوا لهاد التقنيات هادو ويستعملوهم، نظرا لا تكون لا في صالحهم هما ولا في صالح حتى المواطن المغربي، لان بحكم ان بداو ما كيسدوا الطريق بزاف، خصوصا الخطافه، ما نسمي حنا بالخطافه، يعني اللي كيمارسوا يعني كيسوقوا سيارات الاجره بطريقه غير مقننه، يعني بداو كيسدوا الطريق شويه على سيارات الاجره، وحتى في الجانب الربحي والمادي ولاو يعني كيعرفوا واحد كما تنقولوا حنا كياكلوا العصا بزاف الطاكسيات، على حسب انا ما كنت كنسول حتى صحاب الطاكسيات لا البويض ولا الزرق، كاين اللي يعني كيختلفوا، كاين اللي كيقول لك الحمد لله وكيرضى باش ما قسم الله، وكاين اللي كيقول لك اودي راه هاد صحاب سيارات الاجره غير المقننه اللي كنسموا حنا الخطافه راه قطعوا علينا الطريق وبداو كيديروا لنا مشاكل مع المواطنين. هاد التطبيقات راه مهمه، لان غتقطع الطريق على شحال من واحد، الناس اللي كيستعملوا الطاكسيات يعني بدون رخص، وغير هو اللي كتبغى تكون خص جميع الخيرات فيها، يعني ماشي باش يكون هناك نظام، ما تكونش فوضى.